السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس عمران الحداد من اليمن. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نقوم بشرح كيفية التنسيق. طبعا البعض منكم سيقول نحن وكما في الخطة أننا في البداية سنقوم بشرح الانترودكشن، ولكن واجب علينا تقديم الانفايرمنت سيتاب على الانترودكشن كونها مهمة، والانترودكشن سنشرحها في الدرس التالي إن شاء الله. تثبيت بيئة التنصيب، سنقوم بتثبيت بيئة التنصيب على الويندوز، طبعا ويندوز 8، ويندوز 7، ويندوز اكس 7، ويندوز 10، كله نفس التثبيت. طبعا انا استخدم الفي ام وير ساقوم بتثبيت. سأقوم بتثبيت بيئة التطوير. أوكي، عفوا، حاسب الرام فيها ضعيف. أوكي، أولا ماذا نحتاج؟ كما قلنا عفوا، دعونا ننظر إلى المتطلبات هنا. ماذا قلنا نحتاج؟ JVM Java Virtual Machine JDK 1.8 Plus. ال 1.8 Plus هذا هو ال JDK 11، الإصدار حقه 1.8.1. طبعا الحاسب 64 بيت. أوكي، سأوافقكم بالرابط تبع ال JDK. طبعا لا أستطيع أن أبحث عنها الآن لأني غير متصل بالإنترنت، والإنترنت معدوم عندنا حاليا بسبب الأوضاع الحالية في البلاد، لكن سأوافيكم بالروابط في الديسكريبشن الخاص بالفيديو هذا. أوكي، كما قلنا أولا نحتاج إلى الجي دي كي 1.8، كما قلنا هنا جي دي كي 1.8، فما هو؟ نقوم بتثبيته، رايت كليك و run as administrator أو التشغيل كمسؤول. موافق. أوكي. This has already been installed. أوكي، طبعا ال JVM منصوب مسبقا، لكن سوف ألم أوكي لكي يتم تثبيتها مرة أخرى. الحاسبة طبعا ثقيلة جدا جدا جدا. أوكي، اوكي، الان نضغط نيكست. دع هذه كما هي ولا تغير الباث. نيكست، وننتظرها حتى يتم التثبيت. طبعا حاسبتي ثقيلة لانه استخدم جافا فيرتشوال ماشين، والرامة فيها 4 جيجا. يلا تخلص بسرعة او بنوقف الفيديو، نعمل بوز ونرجع لكم مرة ثانية. بوز. أوكي، رجعنا لكم مرة ثانية. عندما ينتهي سيعود إلى هذه الواجهة، وبعدها نضغط كلوز. اوكي، كيف يتحقق انه تم تثبيت ال جي بي ام؟ اضغط على زر الويندوز، اكتب سي ان تي، وبعدها اوكي الان اكتب جافا انتر. قال لي هنا جافا is not recognized as an internal or external command.
جافا سي. اوكي طلعت هاي المشكلة. الآن كيف نحل هاي المشكلة؟ نروح جهاز الكمبيوتر أو ويندوز إي باختصار، نروح على القرصين بروجرام فايلز جافا جي دي كي بن، ونقوم بنسخ المسار هاي كامل. نسخ المسار حاسب هاي كنترول سي أو أي تكليك نسخ، وبعد ذلك نروح ويندوز هذا الكمبيوتر ونضغط خصائص، بعد ذلك تغيير الإعدادات. غيرت متقدمة، بعدها تغيرت البيئة أو environment variables. ننظر إلى هنا، متغيرات البيئة، متغيرات النظام system variables. ننظر إلى التاب الخاص بالبعث، بعث بعث بعث، هنا هذا البعث تحرير، وننتقل إلى آخر قيمة، آخر قيمة. أوكي بعدها نكتب فاصلة منقوطة ونلصق المسار، موافق موافق موافق، ونغلق. نقوم بتشغيل إعادة تشغيل السي ام دي من جديد، ويندوز ولا ويندوز ار سي ام دي. بعدها نكتب جافا، انظر اوكي تم تضمين الجافا بنجاح. اوكي الجافا فيرتشوال ماشين شغالة 100%. الآن بعد ما ثبتنا الجي دي كي، ايش المطلوب الثاني؟ ايش هو عفوا المطلوب الثاني؟ المطلوب الثاني البي في ام، بايثون فيرتشوال ماشين، بايثون 3 بلس. بايثون فيرتشوال ماشين لدينا هنا، بايثون فيرتشوال ماشين هذا الباتشار هنا، البايثون 3.7 3.7 3.7. اوكي هذا اخر اصداره في عامنا هذا. نضغط رايت كليك تشغيل كمسؤول، رن از ادمنستريتور، وموافق وننتظر. اوكي انستول بايثون. اوكي 32 بت 64 كاستمايزيشن، نضغط انستول ناو أو كاستمايز انستوليشن. اوكي الدوكيومنتيشن نحتاجها، البيب، البيب هذه اعزائي وجدت في البايثون 3.4 فما فوق، في البايثون قبل 3.4 كانت غير موجودة، كان يتم تنزيل هذه الحزمة باستخدام الـ easy install. الـ TCL الـ TK and IDL، هذه الـ IDL الـ IDL محرر سنريكم اياه. التيكي سنشرحه، التيكي عبارة عن المكتبة او تبع الواجهات، التيكي التي قلنا ان يتم بناء الكود، اي بناء الواجهات فيها باستخدام الكود. اوكي البايثون تيست سيوت خاصة في الفحص، والباي لانشار هذه إعدادات أخرى، نضغط نيكست دعها كما هي. نيكست اللوكيشن دعه كما هو، بايثون أب داتا لوكال انستول فور أول يوزرز، دع كل شيء كما هو. هنا add python to environment variables، نفعل هذه. لماذا؟ سأريكم أين إذا لم نفعلها، من أين نفعلها مرة أخرى. دعونا لا نفعلها. اوكي بريكو باي ستاندرد لايبراري داونلود ديباجينج سامبلز، دعها كما هي لا تغير اي شيء. انستول، الان سيقوم بالانستولينج. اوكي
هي تمام. تمام. الحاسبة بطيئة جدا جدا جدا، أعتذر منكم جدا، نعمل بوز بسيط وأنا أعود مرة أخرى. أوكي عدنا لكم مرة أخرى. بعد ما ينتهي التنصيب، بعد ما يكتمل نضغط كلوز، وبعد ذلك نقوم بفحص هل تم تشغيل البايثون، بيئة البايثون. نضغط سي ام دي ونكتب بايثون انتر. اوكي بايثون از نوت ريكوجنايزد از انترنال او اكسترنال كوماند. اوكي كيف نقوم بتضمينه في انفايرمنت فاريبلز؟ ويندوز اي افتح جهاز الكمبيوتر، القرص سي، يوزرز، انجينير باسم المستخدم اللي عندك اللي انت شغال عليه، خصائص، لا تمام، خيارات نقول هذا، عرض، ظهر ملفات نقول له مفتوحة، أوكي، أب داتا، لوكال، بروجرامز، بايثون، أوكي. أوكي. نقوم بنسخ هذا كاملا، هذا المسار كاملا، ونذهب كما فعلنا سابقا، كمبيوتر، خصائص، تغيير الإعدادات، إعدادات فئة متقدمة، تغييرات البيئة، أوكي، نقوم بكل الشاشة. نقوم بكتابتها إلى البعث، بعث تحرير إلى النهاية، ونضغط سيمي كولون و بيست. أوكي. الآن نعيد تشغيل السي ام دي من جديد، ويندوز ار سي ام دي بايثون. تعدل التشغيل باي بايثون. بين السكريبت اللي هون بشكل، ونسينا حاجة وقت التثبيت.
50 حاجة وقت التثبيت، بوقف وأشوف المشكلة وأعدلكم. أعتذر منكم أعزائي، وجد مشاكل في نظام التشغيل الموجود في الفي ام وير، سنقوم بإكمال الشرح في النظام الحقيقي الخاص بويندوز 10. طبعا المشاكل وجدت بسبب نقص مجموعة من الحزم الخاصة بمايكروسوفت في جوا سي بلس بلس. قمت بإنشاء نظام آخر ولكن نفس المشكلة، أظن أنها من الفي ام وير نفسه. ما علينا، أهم شيء التثبيت. أوكي، بعد قلنا ما ثبتنا الإيش، بعد ما ثبتنا البايثون 3.7 نضغط ويندوز ار سي ام دي، وبعد ذلك نكتب كلمة بايثون. اوكي، ستفتح لنا بيئة البايثون، بايثون 3.7 1RC2، هذا الفيرجن 3.7. اوكي، الآن مثلا اكتب print، مثلا print هاي، انتر. طبعا انا هاي شغال. اذا لم يشتغل كيف نعمل؟ نضغط ويندوز، هذا الكمبيوتر، هذا الكمبيوتر. اوكي، و خصائص. إذا لم يشتغل معك البايثون نروح إلى خصائص. اوكي، تغيير الإعدادات، خيارات متقدمة، ادفانس سيتنج، انفايرمنت فاريبلز، انفايرمنت فاريبلز. اوكي، داتا ايفون كباث، هنا تغيير النظام، تحرير، ننظر هنا باكيج باكيتي تشابه تشابه باث. اين انت يا بايثون؟ أو صحيح، في ويندوز 10 يوجد لدينا متغيرات المستخدم User Environment Variables. لماذا؟ تذكرون الخيار عندما تثبتنا البايثون، كان هناك تاب تثبيت لجميع المستخدمين. أوكي، هنا ثبتنا المستخدم واحد، التثبيت الذي يكون المستخدم واحد لن يتحدث إلا في متغيرات المستخدم. ندخل إلى الباث الخاص بمتغيرات المستخدم، تحرير، ننظر هنا يوجد بايثون. أوكي، يوجد هذين المسارين، بايثون app data local program بايثون. أوكي، نضغط على جهاز الكمبيوتر، هذا الكمبيوتر، الكرسي، users، data local 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 programs python python 3.7. okay. هذا هو المسار، دعونا نقوم بحذف هذا المسار، حذف وحذف. الآن دعونا نقوم بتشغيل الـ CMT مرة أخرى ولندعم موافق انت اون ويندوز ار تي ام دي باي باي ثون. اوه ماي جاد، طلعت المشكلة. الآن كيف أقوم بإزالة هذه المشكلة؟ نذهب كما قلنا إلى هذا المسار، نقوم بكوبي، وتكليك على الماوس، نسخ،
وإذا تغيرت النظام كما قلنا وتغيرت البيئة إلى البعث، ونقوم بإنشاء جديد وضغط اللصق وموافق. أوكي، الآن نعيد نفس الأمر. انتظار، عفوا، بعد تشغيل السي ام دي مرة أخرى بايثون، بشتغل مع البايثون، لكن يوجد إعدادات أخرى سنحتاجها مثل استدعاءات مكاتب يجب تضمينها. ما هي هذه المكاتب؟ موجودة في المجلد سكريبتس، وهو الذي لم يتثبت لدينا في ويندوز 7 بسبب وجود المشاكل منها البيب والايزي انستول. اوكي، هذه السكريبتس يتم تضمينها عشان ايش؟ نضغط ويندوز ار بيب انستول مثلا باي UT5. انظر هنا، pip is not recognized as internal or external command. كيف أضمن هذا؟ أدخل المجلد سكريبت وأنسخ البث هذا وأدرم تغيير البيئة والبث الخاص بتغيير المستخدم، تحرير وجديد وبيست، موافق موافق موافق، ونضغط ريستارت. ويندوز ار سي ام دي بيب انستول باي يو تي 5. اشتغل الامر لكن لا يوجد انترنت. الامر اشتغل، كمان كمان. اوكي، اشتغل الامر. كونكشن ايرور، ما فيش اتصال بالانترنت. اوكي، نغلق. الآن شغل معنا 100 100. الآن بقى لدينا ال IDE. ال IDE كما قلنا لدينا ال IDE، وهذا لا يزال طبعا. أوكي، هذا النظام نقول توقف هذا. مشكلة الحاسبة ضعيفة جدا. كمان كمان، كم او ماي جاد، الوقت 23 دقيقة. عادي، دعونا نقوم بتثبيت. خلي البايثون لحالها، بس نثبت الباي تشارم. ثبت الباي تشارم ال اي دي اي طبعا، اخر اصدار 2018، ثبت 2019. النسخة كوميونيتي طبعا، الكوميونيتي طبعا مجاني للستودنتس، النسخة البروفيشنال مجانية لمدة 30 يوم. بعد 30 يوم تشتري الكي حقه، الريجستريشن كي فلوس. بحط لكم الرابط بالديسكريبشن حق الفيديو تبع الفيديو. الآن نضغط دبل كليك على البايتشا كوميونيتي، كمان كمان كمان. اوكي، ديليت ستارت لودينج. كمان الحاسبة هنجي، كمان
بوقف الفيديو لما الحاسبة ترجع ونعود معكم.